ما حكم اخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز لمسلم ان يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لانها ربا، ولذا ادعى عنده مال يودعه على انه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع او ليتصرفه المودع ويعتبر قرضا عنده، كل ما اراد اخذ على حساب الحساب الجاري ياخذ حاجاته ولا يكون له فوائد. اما اتفق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال انه يخلقها في البنوك الخيرية او في المشاريع الخيرية لا يجوز هذا. لكن لو قدر انه جهل هذا الامر، من جهل هذا الامر وقبضها ما درى او يحسب انه جائز، فانه لا يردها الى البنك ولا يردها الى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويد، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع تنفع المسلمين، أمدية يصل منها الناس، طرق ينتفع بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حلوان الكاهن، مثل المكوس التي خلت دولة ثم هداها الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كاهن من المال لإخفاء بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه غيره من مساكن فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة لنجد الزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساة الفقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير ونحوه حل له، لأنه مال ضائع، مال لا صاحب له الحقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة مال ضائع الذي يصرف في جهة خيرية تنتفع به.